أولى محطاتنا نور، ودايما يمكن هذا الحديث بنحكي أنا وأنت كتير تحت الهواء مثل ما بيقولوا. الشغف هو أساس أي شيء لحتى الإنسان يستمر بالحياة. من صحيح. دون شغف ما بيقدر يعمل أي شيء، حتى لو كانت موفرت له مثل ما بيقولوا كل الظروف المواتية. إذا فقد الإنسان شغفه فبلحظة من اللحظات بحس نفسه ما في أي قيمة للشيء اللي عم يعمله، مهما كان هذا الشيء مهم رح يبطل يساوي. اليوم رح نحكي عن الشغف وقديه هو أساسي، وقديه هو هذا الشعور سر ليعطي الإنسان سعادة ويحسسه بقيمة أي تفصيل عم يعمله حتى لو كان صغير. صحيح. نحن بشغلنا كتير بنحس بهذا الموضوع. صحيح سلمى 100%. يمكن لولا الشغف أساسا أنت ما بتكملي بشغلك، لأنه بالأخير ما في تقدير مادي 100% أو معنوي 100%، لأنه نحن أساسا عندنا ظروف اقتصادية صعبة. يعني ما في أساسا مساواة بين الشيء اللي عم تقدميه أساسا والشيء اللي عم تاخديه ماديا إن كان ولا معنويا. بس لولا جزئية الشغف يمكن كتير من الأمور ما بنستمر فيها، مثل حب العيلة، حب الشغل، كتير حتى العلاقات يمكن فينا نقول الغرامية أو الأخوية أو الأسرية فيها حالة شغف. بس لما يبلش الإنسان يفقد شوي من الشغف أو تدريجيا يفقد هيدا الشغف، قديش فعليا بيأثر على نفسيته على شخصيته وينعكس على تأثيره وتفاعله مع المحيط والآخرين. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأستاذة سلام قاسم، اختصاصية نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب وصباح المشاهدين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد سلمى. خلينا نبلش مع الناس ونسأل بالعموم، إمتى بنعرف إنه نحنا فقدنا الشغف أو شو هو فقدان الشغف؟ يمكن الشخص بلحظة من اللحظات بيحس إنه هو صار معه حالة اكتئاب، بس هي مرتبطة بفقدان الشغف. خلينا نميز شوي بيناتهم. هلأ الشغف هو أساس الحياة وهو المحرك الفعلي لحتى تقومي بأي نشاط ويكون له قيمة وله روح وله جمال لحتى تشعري بالسعادة يلي بيسعى الكل للوصول إليها. ولكن بالحقيقة الإنسان بتعترضه مجموعة من الظروف بتخليه يفقد الشعور بالمتعة، الشعور بالتلذذ عند قيام عمل معين أو قيام بنشاط كان يحبه، مثلا مثل الرسم، مثل الموسيقى، مثل الرغبة في التنقل أو السفر أو حتى بمجال التفوق الدراسي. لما بتجي هاي الظروف وبيفقد هذا الشعور بالمتعة بنوصل لمرحلة بنسميها فقدان الشغف، وهي بالحقيقة هي مرحلة كتير صعبة وهي مرحلة خطيرة، لأنه بتفقد شعور الإنسان والإحساس الجميل بالعمل يلي عم بيقوم فيه، بتؤدي إلى الشعور بالتعب بالإرهاق، بتؤدي إنه الطريق يلي عم كان يقوم فيه لإنجاز عمل معين بيوقف وما بيتابع هذا العمل، بصير ما بيشعر بالتلذذ سواء الجسدي عند العناق أو عند الملامسة أو حتى بالتلذذ الاجتماعي عند الجلوس مع العائلة مع الأسرة مع الأصدقاء مع زملاء العمل. فبيفقد هذا الشعور بالمتعة والتلذذ. لما بيفقد هذا الشعور بيصير مرحلة فقدان الدافعية بنسميها بعلم النفس، بيصير ما عنده دافع لإتمام العمل. فهي هي المرحلة، هي مرحلة فقدان الشغف، وهي بتحصل عند الإنسان مرة على الأقل خلال حياته. وهو معرض الإنسان لحتى يوصل تصير عنده هي الحالة نتيجة ظروف أو شيء بعمله عم بيمر فيه أو بحياته الخاصة. وهي المرحلة هي مثل ما ذكرتي، يعني هي شبيهة بالاكتئاب، أو فينا نقول إنه هي عرض من أعراض الاكتئاب أو الزهان يعني أو في بعض فرق الاضطرابات النفسية. يعني فينا نقول تسميها عرض من أعراض الاكتئاب، ولا هي فينا نقول بداية اكتئاب لما أقول أنا عندي فقدان أو ما عاد عندي حالة شغف بكتير أمور؟ لأنه هي ما بترتبط فقط بالعمل، بصير عندك حالة فقدان الشغف تدريجيا. يعني أول شيء من خلال مثلا العمل، بعدين بتفوت على الأسرة، بتصير حالة عامة أو مطلقة فينا نقول. أكيد هالحكي هلأ هي الاختلاط يلي بيصير ما بينه وبين الاكتئاب هي نتيجة التشابه. التشابه اللي بيكون بيناتهم بالأعراض، يعني مثلا من خلال بصير في الأرق، في القلق، في الرغبة بالعزلة، الابتعاد عن الآخرين. فالتشابه بهي الأعراض بتخلي كتير إنه في تشابه بيناتهم، لكن في الحقيقة هو في اختلاف. الاكتئاب هو عبارة عن اضطراب نفسي،
أما الشغف هو عرض من أعراض الاكتئاب، هو الإنسان بيمر فيه بمرحلة من المراحل. الاكتئاب بحاجة إلى أدوية نفسية، بحاجة إلى علاج نفسي. أما الشغف إنه ممكن ببعض النصائح اللي ممكن تقدميها للشخص ممكن تساعده على متابعة حياته. الاكتئاب ممكن بمرحلة من المراحل وممكن يؤدي إلى الإبداع، يعني ممكن الإنسان خلال ليعبر عن الاكتئاب اللي هو عم يشعر فيه ممكن يرسم، ممكن يعزف معزوفة موسيقية معينة، ممكن يبدع فيها. أما الشغف لا، هو بتكون بتخليه انطوائي وما ممكن يوصل لمرحلة الإبداع، ولكن بالعكس بتطفيه تماما. فهذا التشابه ما بين الاكتئاب وما بين الشغف من حيث الأعراض هو بصير الالتباس بيناتهم. طيب هون أستاذة سلام، هلأ نحن الشخص ممكن قلنا ببداية الحديث يكون الجو المحيط عامل لفقدان هذا الشغف، سواء بالمنزل بالعمل بأي شيء بتعرض له، فبالتالي الشغلات اليومية اللي هو عم يعملها واللي كان سابقا يحس أنه هي عم تعطيه شعور جيد بطلت تعطيه هذا الشعور. كيف بده يواجه هي المشكلة؟ هي يمكن أصعب من لما يكون الإنسان هو السبب، يمكن أخف شوي بيقدر يسيطر على الموضوع، أما لما بيكون المحيط هو السبب كيف بده يسيطر؟ هلأ ما في شيء بالحياة بدون سبب، ما في شيء الإنسان بيشعر فيه أو بيمر فيه هيك مجهول السبب أبداً. فالشغف حسب الدراسات أنه لما بصير فقدان الشغف هو نتيجة تغيير في آلية نشاط عمل الدماغ، فبصير زياد بهرمون السعادة الدوبامين، فهو بيؤدي أنه الشعور بهذا فقدان الشغف. وهذا طبعا بيكون نتيجة كمان أنه مو سبب واحد، مجموعة من الأسباب. قد يكون مثلا أنه الشعور باليأس، لأنه لحتى نعالج نحن لازم نعرف الأسباب. قد يكون الشعور باليأس والإحباط، لأنه الشعور باليأس والإحباط هذا بيؤدي للفشل. بيكون الشخص هو عم يرفع نسبة التوقعات شيء بده يحصله فما بيحسن يوصل إله، فبيشعر بالفشل. إضافة إلى أنه مثلا السرعة في تحصيل الشيء اللي بده إياه. في كتير من الأشخاص مثلا بدهم يتعلموا مهنة، بدهم يتعلموا عندهم هواية معينة بدهم يتعلموها، فبدهم الشيء يتم بسرعة، ما أنه شوي شوي مثل بالقطارة نقطة نقطة. فالرغبة في الحصول على إنجاز العمل بسرعة ممكن يؤدي إلى الشعور بالإحباط، وبالتالي بيوصل إلى فقدان الشغف. ممكن أنه يكون أحيانا نحن مثلا أنه تقليد أو متابعة أشخاص معينين أنه نحن بنصير مثلهم، بنلاقي أنه عنده النجاح كتير باهر، نحن ما حسنا نوصل لهذا النجاح، فبصير عندك هذا الشعور بأنه ما عاد في شغف أنه لأنه تابع، لأنه أنا ما بحسن وصل للنجاح اللي له. خصوصي عبر مواقع التواصل كيف بيظهروا الشيء الإيجابي، ما بيظهروا أبدا السلبي اللي الإنسان مر فيه، فهذا كمان بيعمل إحباط عند الأشخاص. إضافة إلى الروتين والملل وهذا اللي بنحس فيه بحياتنا اليومية، أو هدف غير واضح، أو ممكن الإنسان أنه يكون حاطط هدف واضح وعم يشتغل عليه، ولكن لما وصل لنص الطريق ضيع البوصلة فما عاد حسن يتابعه وحس حاله أنه أنا مو هذا الشيء اللي بدي إياه. فهون شو كمان بيصير عنده؟ أنه فقدان الاهتمام، فقدان الشغف، فقدان المتعة بالشيء اللي عم يحصل عليه، فبصير أنه بيتراجع. ولكن هذا طبعا أنه هو ما بيكون أنه مثل ما قلت من لا شيء، ولكن في علاج له، وممكن يوقف هذا الشيء اللي عم يشعر فيه أنه يعمل أهداف محددة ويشتغل بأهداف بسيطة. أنه ممكن أنه كمان يعمل جدولة لأعماله، هي الجدولة يعمل مفكرة يكتب عليها أهدافه اليومية ويشوف أنا شو حققت آخر نهار من الهدف يلي كتبته. ممكن أنه يكون مصاحبة الأصدقاء، لأنه كمان مصاحبة الأشخاص السلبيين كمان ممكن تعطيه الطاقة السلبية، فبصير عنده هذا التفكير السلبي اللي بيخليه يشعر بالأحباط، فبالتالي بصير عنده فقدان شغف. الأسرة دائما والمحيط بالعائلة كمان بيتأثروا بهذا الشخص يلي هو مثل ما هن بيأثروا فيه كمان هو بيأثر فيهم بفقدان الشغف. فبتشوفي أنه صارت هيك الأسرة كلها محبطة. يعني عم تحكي نقطة كثير مهمة، قديش الشخص بيأثر على المحيط، على عائلته، على رفقاته. بس هلأ إذا بنلاحظ يمكن سلمى من خلال تعاملنا مع الأشخاص بالعمل بالمحيط، حتى جو الأسري يعني المحيط الصغير، يمكن ظروف قاسية مرقت علينا اقتصادية معيشية، في حالة فقدان للشغف عامة، يعني ما فيني أنكرها، يعني إن كان مو فقط بس من خلال الشغل لكتير تفاصيل حياتية، يعني كلياتنا صايرين عم نشترك بحالة فقدان الشغف، بس يمكن العيار بيختلف، النسبة تكون عالية ولا أقل. هون هاي نقطة كتير مهمة، حتى المحيط لما نقول رفقات سلبيين ما هن عندهم حالة فقدان شغف، يعني كله بتلاقي عنده صارت هي الجزئية مرتبطة للأسف بشخصيته أو بعمله أو بحياته اليومية. كيف فينا نتجاوزها؟ يعني قبل كنا
تلاقينا يمكن بننبسط بتفاصيل كثير بسيطه هلا ما عاد اثرت بالمطلق فينا، كان في عندك يمكن شغف للحياه اكبر. اليوم يمكن الاستهلاك اليومي للشخص، استهلاك لطاقته، عم يحاول يمكن اي حدا يامن فينا نقول قوت يومه بشكل مستمر، عم يخلق حاله من فقدان الشغف بسبب التعب واستهلاك الطاقه بشكل مستمر. اكيد هالحكي هلا نحن كنا قبل شوي عم نحكي مع الصبايا تحت الهواء عن هذا الموضوع، فالانسان بده يتمسك بالامل، لولا الامل لفنيت البشريه. صحيح. يعني ولانتهى الانسان، ما فينا نعيش ابدا بلا امل، واكيد لازم نشتغل على الاهداف، ولازم نحن نعمل على مبدا التاقلم مع الواقع يلي نحن عم نعيشه، لانه مجرد انه انت تتقبلي واقعك فهو هذا جزء من العلاج في حال فقدان الشغف. هو التاقلم صار عندك فقدان شغف يعني تاقلم مع الحاله خلص. هلا بالحقيقه يعني هو الوضع والحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه يلي عم بمر فيها الجميع هي عم تعمل فقدان شغف، ولكن هلا الجيل الجديد يلي هو أملنا يعني عم يشتغل بطريقة مختلفة تماما، عم يشتغل على بناء الذات، وهذا هو الشيء الأساسي اللي لازم نحن نشتغل عليه، اللي هو نحن نعمل نحاول نطلع على إنجازات أشخاص مروا بتجارب معينة من الفشل بحياتهم ومن الألم ومن اليأس ومن البؤس، مثل الإعلامية أوبرا مثلا كيف كانت بحياتها مشردة، كيف كانت ظروفها الاقتصادية، كيف تعرضت لاعتداء جنسي أثناء طفولتها، وكيف حققت الإنجاز العظيم يلي وصلت إله يلي الكل بيعرف فيها والكثير في ناس مثلها. فنحن دائما ما نخلي الظروف السيئة تكون هي شيء يشدنا لورا، لا، لازم تكون هي بمثابة دافع يدفعنا لقدام. كمان لما نقرأ كتب عن بناء الذات، عن الطاقة الإيجابية، كمان هذا بيساعد أنه نحن نعرف شو بدنا نحط أهداف بالحياة وكيف نشتغل عليها، وبنفس الوقت بندرك أنه الإنسان هو عبارة عن مراحل بمر فيها، وهي هي المرحلة بتصير من فقدان الشغف. أنا ذكرت أنه ما في إنسان إلا بمر فيها على الأقل مرة بحياته، هي نتيجة كمان بتصير بتغيير بآلية نشاط الدماغ، فهذا كمان هذا التغيير انه هو شيء بيصير بحياه الانسان، والتغيير بالحاله النفسيه هو شيء طبيعي، لانه الحياه عباره عن مراحل، وانت بكل مرحله من مراحل حياتك رح تكوني انسانه متجدده، ما رح تكوني انا هلا الانسان اللي موجوده هلا مو نفسي اللي موجوده من 10 سنين. صحيح. واللي من 10 سنين مو قبل، لانه الانسان وعيه بيتغير، ادراكه بيتغير، فهمه للحياه بيتغير، اذا وقفنا نحن كلياتنا وما مشينا لقدام اكيد هذا رح يكون هو انه انت تثبتي بمكانك هو رجعي الى الخلف، لا، لازم نحن نعمل هاي الخطوة للأمام، وهي الخطوة للأمام بتعتمد أنه نحن لازم نحط هدف ونشتغل عليه، وهذا الهدف طبعا لكل شخص بشكل فردي، نحن ما رح نحكي عن شكل جماعي، كل إنسان بيعرف شو بده بالحياة مهما كان فقد الشغف بلحظة من اللحظات، لما بيحسن أنه يتعالج وما يوصل لمرحلة كتير سيئة ممكن تصل لمراحل كتير شديدة، مثل ما قلت لك أنه هي عرض من أعراض الاكتئاب، وممكن يوصل لمرحلة من الاكتئاب أو الزهان أو الفصام، فحتى ما يوصل لهي المراحل يخليه يوقف هيك شوي لحظة صفة مع نفسه، ومثل ما عم يشعر بالوحدة والعزلة يستغل هي الوحدة والعزلة للإبداع وليس للرجوع للخلف. أنا ما بحس أنه الإنسان مهما مر بحياته مهما كان لازم يكون قوي، لأنه الإنسان هو اللي بيبني، هو اللي بيكمل، هو اللي بيتابع. إذا كل إنسان مر بمرحلة بؤس ويأس أكيد هلأ نحن ما عم ننظر أكيد الوضع الحالي هو ما هو وضع سهل أبدا. صحيح. وضع كتير صعب وخصوصي من الناحية الاقتصادية، ولكن إذا أنا ضليت أقعد وأقول وقلت بمرات كتير سابقة وقبل وبقولها هلأ وبعدين، إذا ضليت أنا بدي أنعي الظرف الحالي والوضع الحالي معناته أنا هون بدي إيأس وبدي أرجع لورا، بس قدامي في أسرة في عائلة، إذا أنت شافتك وما شديتيها للأمام معناته هي مشكلة، لا، بدنا نحاول نحن ننحط بالصخر ونخلي النبتة تطلع مهما كان، لما بيكون الإرادة القوية موجودة، لما بيكون التصميم موجود، لما بيكون الهدف، لما بنشتغل على بناء القدرات والمهارات وبنشوف شو عنا حتى المواهب اللي موجودة عند الإنسان، إذا حسن طلعها واشتغل عليها هي لحالة بتعطيكي راحة نفسية، مثل الرسم فيك تعبري نوع من التفريغ، ممكن الموسيقى إذا الإنسان تعلمها مثلا، ممكن إذا كان عنده هي الموهبة بتعطيه صفاء الذهن، وإذا ما تعلمها ممكن يسمع الموسيقى الهادية كمان هي بتعطيه نوع من الراحة النفسية يخليه يتابع ويمشي لقدام. فما في شيء أنا بعرفه مستحيل، لأنه الممكن هو مستحيل وصار ممكن. أكيد، ودائما بنقول يعني مع الأمل ما في يأس. أكيد. إذا الإنسان حط شوية أمل، ومثل ما بيقول الشاعر الكبير كلنا محكومون بالأمل، يعني لولا الأمل ما كملنا بالحياة. أكيد. قبل ما نختم سريعا، إمتى أنا بلجأ للمساعدة الطبية أو المشورة الطبية لحتى تكون هي خليني أقول وسيلة من وسائل المساعدة، بعد ما أكون أنا استنفذت مثل ما بيقولوا كل الوسائل كي لا أستسلم؟ أكيد
هلأ نحن بنلجأ للمساعدة الطبية في حال لما الشغف أو فقدان الشغف صار أعراضه بحالة كتير سيئة قد تصل إلى الانتحار. لما بتوصل للانتحار هون دخلنا بحالة اكتئاب، فبتصير عنده أعراض الاكتئاب كاملة، فهون طبعا هو بحاجة إلى طبيب نفسي، بحاجة إلى أخصائي نفسي، بحاجة إلى أدوية علاجية بتساعده للمتابعة والوقوف وتراجع الأعراض، إضافة طبعا إلى برنامج علاج سلوكي معرفي بيكون مع الاختصاصي النفسي، بيحط له برنامج وهذا البرنامج يكون ضمن جلسات متابعة بيمشي عليها خطوة خطوة مع الاختصاصي النفسي، وأكيد بيتغلب على هاي المرحلة وبيتجاوزها بأريحية وبيرجع لحياته الطبيعية وبيتابع مسيرته بالحياة. ومثل بنرجع ما منعيد ومنكرر إنه ما في شيء مستحيل بالحياة، دائما هو الممكن والأمل، نحن محكومين بالأمل، والإنسان لازم يعترف بمشكلته أهم شيء، لأنه الاعتراف بمشكلة هو نصف العلاج، ولازم يتابع الأعراض اللي موجودة عنده. ما يتفاقم الأعراض بحالة اكتئاب بحاجة ولا في إشارات قبل ما أفوت بمرحلة الاكتئاب بقول أنا هي في بلش يفوت بحالة مرضية هيدا الشخص، يعني قبل يعني هي بوابة الاكتئاب فينا نقول، بس كعائلة كمحيط شو الملاحظات اللي أنا ممكن لاحظها أقول هون لازم وقف عند هي الأعراض وفعليا استشير طبيب؟ بيميل للوحدة، بيمتنع عن الاختلاط بالآخرين، بصير بمثابة شؤم للعائلة لأنه دائما بيعلق على تصرفاتهم وعلى أفعالهم، وبيعمل مشاكل مع الأسرة، بصير عنده نوع من الأرق، في اضطرابات نوم، اضطرابات النوم هي بتخليه الصبح بيشعر بالقلق والتوتر، دائما بيكون عبوس متجهم يائس، عنده ملل، عنده إحباط، دائما بينشر الذعر ضمن العائلة وما بيخليهم مرتاحين أبدا. فهون هذا الشخص معناته هو هون منوقف شوي بنصفهم، ليش عم بتصير عنده هالأعراض، وخصوصي إذا كانت متكررة، مصارت يوم ثلاثة أسبوع مثلا ومشي الحال، وصلت لما بتتفاقم معناتها لازم علاج للجوء لطبيب نفسي وانه يخضع لبرنامج علاجي لحتى يتحسن. وهذا مغلط دائما، انه في كثير اشخاص لما بيمروا بهي المراحل بخافوا انه يروحوا لعند طبيب لحتى يتصفوا بصفه معينه، لا ابدا، صار الطبيب النفسي والمعالج النفسي هو من صميم حياتنا، ولازم نحن نعرض مشكلتنا مهما كانت، لانه هو بيساعدنا على حلها بابسط الطرق وابسط الحلول، احسن ما تتفاقم ونخسر شخصيتنا. فهو خطوه كثير ايجابيه ولابد منها في المجتمع العصري اللي نحن عم نعيش فيه. اكيد. بالختام بدنا نشكرك استاذه، ومثل ما قلتي يمكن هو المفتاح والعلاج الاساسي الامل، لازم دائما يكون عندنا امل بالحياه لنقدر نستمر ضمن هاي الظروف القاسيه. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا للي عم يشاهدونا.